بالنسبة للاحتكار ديال اللغة الفرنسية، نمشيو بذكاء. الذكاء خصنا اللغات، اللغات بلادنا اليوم خصنا وليداتنا. الحلم ديالي جميع المغاربة يتكلموا عربية فرنسية انجليزية، وربما لا زادوا شي اسبانية ولا شي نيمية، ساسخي بيان. الحلم ديالي هو هذا. اليوم احنا في قارة افريقية، عندنا اخواننا المواصلات اللي عندنا معاهم باللغة الفرنسية، تبغي ولا ما تبغيهاش، ها هي كاينين، واش نخليوها؟ ولكن عارفين بان عندنا دول اخرى بالانجليزيه اللي خصنا نمشيو ليها. حنا مشينا في التوجه باش بجوج راكم شفتوا، قلنا راه دابا حتى مسارات جديده. بغيت نشكر رؤساء الجامعات، لان الجامعات بداو تيحلوا مسالك باللغه الانجليزيه العام اللي داز، وهذا العام عاوتاني غادي يتزادوا وحدين اخرين، وحنا غادي بشويه بشويه. وما نسيشوش هذا الموضوع، حنا عارفين فين غاديين. انا كنقول لكم انا قريت في فرنسا فرانكوفوني، ولكن ولادي كلهم كيتكلموا الاسبانيه والعربيه والانجليزيه. بغيت ولاد المغاربه كلشي يمشيو في التوجه هذا، ما غنحيدوش لغه باش نديروا بلاصه واحده اخرى، غنزيدوا. وهذا هو اللي بغينا، بغينا ولادنا كلهم يكونوا منفتحين. قد ما كانت عندك لغه جديده، قد ما عقلك تنفتح، وقد ما مزيان، قد ما كتشوف اشنو داير في العالم. هذا هو التوجه الكبير. حنا بدينا دابا بهاد التجربه باش يولي الانسان يعول على راسو، نديرو 15 ساعه في الاسدوس اللي حضوري و 30 ساعه كتخدم في المنصه. حنا غاديين، هادو هما اللي هذا هو التكوين ديال اللغات اللي كاين في العالم. انا قلت لكم كون كان شي سوران، كون كان شي براند دخل في العقل ونخرج اللغه مساليه، والله العظيم لا ماذا بينا نديروها. دابا ما كايناش، خاص لا بد الانسان يخدم، خاص الانسان يخدم، هو يتكرفص ويخدم باللغه، ولا يمشي يعيش 6 شهور ولا عام في شي بلاد باش يتعلم اللغه. ما عندناش هاد الفرص، ما نقدروش نعطيوها لكل شيء. دونك عطينا الفرصه ديال اللغه، وهاد الفرصه اللي قلنا ديال الخدمه بوحدهم في المنصه راه فيها توجه اخر، فيها التوجه اللي تكلمت لكم عليه، باش يولي يعول على راسو ويخدم، يتعلم يدخل ويكمل التكوين ديالو، ويكمل المعلومه ديالو. الا نجحنا في هذه رحنا خرجنا من داك السياق ديال الحفاظه اللي خص الانسان يستوعب الدروس ويحاول يتعامل معها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناه اش كاين، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارطاجيوه مع اصدقائكم، ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اش كاين من بلاي ستور واب ستور.